يقول السائل: لا يخفى على فضيلتكم إن الإجازة الصيفية على الأبواب، فهل تنصحون الشباب بالالتحاق بالمراكز الصيفية علما أن هناك فيها من الأناشيد والتمثيليات، فما حكم ذلك؟ المراكز اللي فيها أناشيد وتمثيليات لا يروح لمها الطالب، وإنما يذهب إلى طلب العلم في المساجد وحلق المشايخ في المساجد، ويطلب العلم ويمضي ويطالع في الكتب، يطالع دروسه المستقبلة، ويمضي عطلته في مواصلة طلب العلم. أما إذا كان هناك تمثيليات وأناشيد وأمور لا يشارك فيها، لأن هذه لا خير فيها وليست هي من طلب العلم. نعم.